اللي كانوا بالنوائح واليوم الصباح صبحوا ما كاينينش. اذا هذا نوع من الغدره ولك تنتكلم عليه، ماشي انتخابات، هذه اختيارات. وغنعطيو الملفات اللي ما بغاوش. رؤساء المقاطعات كانوا تيطاولوا على الاختصاصات وباغين يرجعوا الاختصاصات ديالهم باش يعملوا بالشكل ديالهم. عبد الحق مجاهد، مستشار جماعي عن حزب الحركه الشعبيه. اليوم تنشوفوا بانه كاين انتخاب ديال السيدة الرئيسة وكذلك النواب ديالها. اللي كانت الكواليس اللي كانت كواليس مبيتة، توعدوا بعض الناس باش ياخذوا النيابات. كانوا البارح بالليل باتوا في اللائحة، ولكن اليوم الصباح صبحوا ما كاينينش. كان واحد النوع ديال الغدر، خاصة واحد جوج ديال الأحزاب اللي ربما بغاو يستحوذوا على الغنيمه ديال هذا المجلس. كما قال بعض المستشارين بانها بدايه متعثره بفعل هذه الصراعات اللي كاينه، بفعل هذه الانفعالات اللي كاينه. هذا تيعطي انطباع كبير بانه المجلس عيمشي متعثر او عيمشي تحت رحمه بعض الاحزاب اللي غيكونوا جوج الاحزاب اللي يتحكموا باغين يتحكموا في القرارات ديال السيده العمده. وحنا كحزب الحركه الشعبيه التوقع ديالنا العادي وهو المعارضه. حنا منسجمين مع الموقف ديالنا الحكومي، التوقع ديال الحزب ديالنا داخل 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 الحكومه وهو في المعارضه. حنا تنقوا راسنا، عندنا ملفات، حنا ما نهرسوش الطوابل لا، وما نلوحوش كراسة لا، غنديروا معارضه نقيه، معارضه شفافه اللي غنجبدوا فيها في ملفات، غنجبدوا فيها اقتراحات كبيره اللي غتصلح المواطن المغربي، خاصة بان المغرب الان تيعرف واحد المحاربه ديال الفساد. احنا بغينا نمشيو في هذيك السيروره، غنفضحوا الفساد وغنفضحوا المفسدين، وكاين عندنا نقاط باش نفضحوهم. حنا رتبنا التدخل ديالنا وكانت الوعود. علاش تنقولوا الغدر تنقولوا الغدر راه كان الغدر بالفعل بواحد النسبه كبيره ديال الغدر، وكانوا من طرف المنسقين وديال بعض الاحزاب. الاحرار البام والاستقلال ولا شنو؟ هو التحالف هو اللي كاين. هذا هو التحالف اللي كاين، انتوا كنتوا تكونوا معاهم في الاغلبيه شحال هذه؟ يومين، ثلاث ايام، اربع ايام؟ حنا حتى البارح بالليل. البارح بالليل. حنا معاهم في الاغلبيه ومعطينا وعود الى اخره. بدايه متعثره بخلال هذه الاجواء اللي كاينه الان، لان الاجواء شوف الواحد فاش يغدر به تيكون اكثر قساوه واكثر شده في المعارضه. لانه تيكون بانه يحس براسو بانه غيدير جهدين وغيشتغلوا. تنظن بانها الايام ستكشف عن العديد من الخبايا. ما عرفناش الغياب، قال لك الغيب حشتو معاه، ما عرفناش تكون عندها سفاره او يكون عندها هذا، ما عرفناش. الخبايا كثيره وكثيره جدا، وانا كنت قريب وما كنتش نتكلم، كنا قليل الظهور في الاعلام، ولكن عندي الكثير ما يقال حول المواضيع ديال اسماء. اسماء غلالو انسانه كفأة متميزه، عتكون عتشد لها الحقبه اللي دارت. هناك واحد جيوب المقاومه اللي ما خلاتهاش تخدم. الغياب على اعطاء منصب مجلس مقاطعه اليوسفيه في شخص المتواضع سعيد الهند بحضور المنسق الاقليمي ورئيس الفريق والاخ هشام اقمحي بعد مفاوضات شاقه. تم الحسم في اسمي وفي النيابه لمجلس مقاطعه اليوم، واذا بي اتفاجئ هذه واحد يومين وثلاث ايام انه هذاك المنصب بقدره قادر كيتحول للاخت اخرى بحجه انه راه خصنا نديروا التمثيليه النسائيه، في حين انه التمثيليه النسائيه كاينه بقوه القانون، لان الا شفتوا دابا في اللائحه اللي عرضت السيده الرئيسه كاينه مرشحه، جوج المرشحات كاينين عن حزب الاستقلال جوج، وكاينه واحده عن حزب الاثار والمعاصره. اذا انا من هنا كنتهم شخصيا الموثق الاقليمي لانه ما نصفنيش، واش هو تيزكاني وبارك ليا لا هو ولا هو رئيس الفريق، وفي الاخر كينقلب عليا وكيدوز البوست داك النيابه كيعطي. انا اللي كنت كنستحق النيابه لانه هذه عامين ونص انا ما مستبت حتى شي حاجه، ما عندي حتى شي مسؤوليه، في حين ان الاخرين كاين اللي عنده نيابه اللجنه، كاين اللي عنده رئاسه اللجنه، كاين اللي عنده في المكتب. منين جات الفرصه ديالي هذه
ضيعني فيها وحاربني بمعنى الكلمة. أنت إلى بداية متعثرة؟ بداية متعثرة للسيدة العمدة، لأنه كان خصني يجتمع الفريق، خصني يجتمع الفريق ويحسن في النيابة. أنا كنت من طبعي أنها نحضروا الإخوان اللي زكاوني. إلا شفنا دابا حزب الاستقلال رجعوا للديمقراطية، بغاو ينتخبوا نائبة صويت، حزب البام كذلك، اجتمعوا حنا الكولاسة، حنا كنا غاديين تقريبا واحد الشهور، واحد سبع شهور ولا ثمان شهور هذه من بدا هذا الحراك هذا، حنا غاديين مزيان باجتماعات، ونهار وصلت المناصب دارت الكولاسة ما تيحضروناش كاع، ما تيحضروناش كاع. أنا تنعبر على الرأي ديالي، وكان من هنا كنبغي نوجه الكلام ديالي للناس المسؤولين في الحزب على رأسهم السيد عزيز أشخنوش، لأن هذه أنا كنعتبرها في حقي جريمة. واش أنت واحد في المقر كتم التزكية ديالو اليوم وثمان أيام، وأنتم إلا شفتوا اللوائح اللي كانت كتنزل في الأول راه فيها اسم ديال سعيد الهند، ما كانش حسن يغيش. كتجي حتى اليومين الاخر تقول لي لا وين نديروا التمثيليه النسائيه، التمثيليه النسائيه كاينه ثلاثه بالقانون، بقوه القانون كاينه، دابا ولاو اربعه ديال العيالات، اربعه ديال النساء ولاو في سميتو. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.